ما الذي حدث في شهر إبريل؟ ثورة التصوير من سامسونج، وكيف وضع الجمهور الافتراضي في الملاعب؟ أهلا بك في نشراتك. النشاط كان شعار أصدقائكم في قناة رقمي كالعادة. الأسبوع الماضي كان عندنا حلقة أقوى برامج حماية حتى ما تتعرض للسرقة، وتجربة لعبة كفر فاير، وتقرير عن الهاتف المهم هواوي واي 6، شاهدوا بعد النشرة. قبل عام قال رئيس شركة هواوي إن خطة الشركة هي التفوق على سامسونج وأبل في 2020، لكن ما حدث في شهر أبريل خطير للغاية ويجب الانتباه إليه. أبل سامسونج، سامسونج وأبل كان لفترة طويلة كلاسيكو تقني بامتياز، ثم ظهرت شركة هواوي وصعدت بقوة وحققت إزعاجا لهذا الثنائي، حتى استطاعت هواوي قبل عام تجاوز شركة أبل في عدد المبيعات وإن كان لفترة وجيزة، لكن ما حققته شركة هواوي في شهر إبريل الماضي يلفت النظر ويستحق التوقف. الشركة الصينية التي أعلنت عليها الحرب الأمريكية قبل عام استطاعت تجاوز شركة سامسونج الكورية واحتلت المركز الأول في سوق الهواتف الذكية. تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق Counterpoint أكد ذلك وفقا للحصة السوقية، رغم أن هذا التفوق لم يدم لأكثر من شهر، لكنه مؤشر دق ناقوس الخطر، فهواوي كانت تتجه لتراجع في المبيعات وأزمة كبيرة بسبب الحرب الأمريكية عليها وحرمانها من رخصة نظام التشغيل أندرويد. تقرير Counterpoint قال إن ذلك التفوق يعود إلى تراجع شحنات سامسونج بسبب حالات الإغلاق المؤقتة إبان تفشي جائحة الفيروس المنتشر، وجاءت معاناة سامسونج في أسواق ضخمة مثل الهند والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا، فأغلقت المتاجر وتراجع الطلب على الهواتف الذكية، فتراجعت حصتها السوقية إلى 17% فقط. وعلى العكس تماما شهدت هواوي طلبا متزايدا على الهواتف في الصين، حيث أقبل المستخدمون على هواتف الشركة بغية تعويض خسائرها بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ونتيجة لذلك ارتفعت حصة هواوي إلى 19% في شهر إبريل من عام 2020 لتزيح سامسونج عن الصدارة ولو مؤقتا. هذا الإنجاز أعاد لذاكرة تصريحات رئيس هواوي حين قال إن خطط الشركة المستقبلية أن تتخطى أبل ثم سامسونج لتتربع على عرش الأكثر مبيعا للهواتف بالعالم، ويومها لم يتعامل أحد مع التصريح بجدية، لكن ما بعد إبريل ليس كما قبله. من المبكر الكلام عن جالكسي S30، لكن ظهرت وثائق منذ أيام عن براءة اختراع، وثائق قد تجعل الهاتف ثوري في عالم التصوير بالمعنى الحرفي. العدد الكبير للكاميرات الخلفية في الهواتف الذكية ليس بالأمر الجديد. رأينا براءات اختراع لهواتف تحتوي على 16 كاميرا مثل ما فعلت LG قبل أكثر من سنتين. الآن الدور على شركة سامسونج بهاتف يضم 6 كاميرات، لكن ليست هنا الميزة. موقع سام موبايل ذكر أن عملاق الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية تقدم بطلب للحصول على براءة اختراع في العام الماضي، وجاء الاختراع هاتفا يضم 6 كاميرات تحتوي على أجهزة استشعار صور قابلة للإمالة. والوثيقة التي تسربت تقول إن هذه الكاميرات في النهاية تعتمد على مستشعر واحد ورئيسي ويتمتع بدقة عالية. الميزة الثانية أنها قابلة للإمالة بشكل مستقل ومنفصل عن الأخرى، فعلى سبيل المثال يمكن إمالة المستشعرات إلى اليسار واليمين نحو الحواف، كما يمكن ضبط مستشعرات الكاميرا في المركز لتبقى مستقيمة لالتقاط صورة بانورامية، وبعدها يمكن دمج المعلومات في جميع أجهزة الاستشعار لإنشاء صور عالية الجودة، وهي مفيدة لالتقاط صور بانورامية مع عدم وضوح الخلفية، بالإضافة إلى تأثيرات صور أخرى مستحيلة حاليا على الهواتف. بالنسبة لتصوير الفيديو يمكن عبر هذه التقنية التقاط مقاطع فيديو عالية الإطارات لتصوير أجسام سريعة الحركة من خلال تجميع مخرجاتها معا. وأثر انتشار هذه البراءة من سامسونج، توقعت بعض التقارير أن تضيف سامسونج هذه التقنية مع هاتف جالكسي S30 والمقرر إطلاقه في الربع الأول من العام القادم 2021،
فعملية التطوير على كاميرات الهواتف باتت الآن منافسة شرسة بين شركات الهواتف الذكية التي تفرد مساحة كبيرة لها في مؤتمراتها وتخصص لها ميزانية عالية من التطوير والتصنيع. سبق وأن رأينا من سامسونج عدسة بفتحة عدسة متغيرة وفقا لحساسية الضوء المحيط بها، وكانت سامسونج أول شركة تقوم بتطوير مستشعر كاميرا الهاتف الذكي بدقة 108 ميجا بكسل، وقدمته مع هاتف جالاكسي S20 ألترا. عادت كرة القدم في أوروبا بدون جمهور، لكن شكراً للتكنولوجيا التي عوضتنا عن الجماهير الحقيقية ومنعت الملل أن يدخل إلى المباريات. في هذا التقرير نشرح لكم كيف فعلوها. حرمت الجماهير من الحضور في ملاعب كرة القدم مع عودة الدوريات الأوروبية الكبيرة، وبادت المقاعد خالية من الجمهور مع الدور الألماني الذي قاد باكورة عودة الدوريات الأوروبية، وتركت الملاعب الخالية من الجماهير انطباعا سلبيا عن المباريات وأفقدت الشغف والحماس. وبدلا من سماع الهتافات ورؤية الأهازيج والرايات والتفاعل الجماهيري مع تفاصيل المباراة، أصبحنا نستمع لأصوات اللاعبين وهم يصرخون، حتى التسديدات وارتطام الكرة بلوحات الإعلانات. لكن مع عودة الدوري الإسباني ثم الإنجليزي شاهدنا جمهورا افتراضيا صوتا وصورة، فكيف فعلوها؟ في إسبانيا تم التعاقد مع شركة فيزرت النرويجية المتخصصة بالبصريات والجرافيكس، وأسقطت جمهور جرافيكس على مقاعد الجمهور يحاكي جمهور صاحب الأرض وهم يرتدون ألوانا تشبه ألوان النادي، وتم وضع الجمهور في الزاوية المقابلة للكاميرا، وهذا الجمهور الافتراضي لا يراه إلا المشاهدون، بمعنى أن اللاعبين يرون المقاعد خالية. بمعنى أبسط، تعاملت الشركة مع مقاعد الجمهور بأنها لوحة وأسقطت عليها الجمهور، كما يتم بث رسائل إعلانية وإنسانية في بعض الأوقات كما الحال بين الشوطين. أما صوت الجماهير فهي مهمة شركة EA Sports التي أسقطت أصواتا مأخوذة من لعبة فيفا في المباريات، وهي أصوات لعبة مسجلة مسبقا ومأخوذة من حشود حقيقية، وسيتم تنسيق التفاعل الجماهيري بما يتوافق مع أحداث وتفاصيل المباراة مثل الهدف والفرصة الضائعة. ومع ذلك ستوفر القنوات للمشاهدين خيار مشاهدة المباراة بصوت الجمهور أو بدونه. الفكرة لاقت استحسان المشاهدين وعدوا أنها ممتعة وعملية أكثر مما توقعوا، وعوضتهم بنسبة كبيرة عن الجمهور الحقيقي. سؤال الأسبوع كان لمتابعينا عن أسباب نجاح ألعاب الباتل رويال وبالتحديد ببجي. عند سؤالنا للمتابعين عن استمرار نجاح ألعاب الباتل رويال وبالتحديد ببجي، كانت الآراء كالآتي: أعرب غالبية متابعي رقم تي في عن إعجابهم بالفعل في اللعبة ونجاح الكبير الذي حققته، لكن الملل يسود الأجواء، حيث يعود ذلك إلى عدة أسباب، منها كثرة الغشاشين في هذا النظام من اللعب، ومنها التطوير المتباطئ للعبة، ولا جديد سوى مواسم وملابس لشخصيات جديدة لم تنل إعجاب أحد على حد قولهم. بجانب ذلك قالوا إنه لولا وجود البديل الممتاز لهذه اللعبة لانتقلوا إلى تجربتها بالفعل. منهم من انتقل إلى لعبة كول أوف ديوتي موبايل، لكن أيضا لم تكن بالمستوى المنتظر. وأضاف آخر أن نظام الربح في هذه الألعاب يعد استغلاليا إلى حد ما، حيث يدفع اللاعب الكثير من النقود الحقيقية وينتظر ما يجلبه له صندوق الحظ. والأخير قائلا: الجميع متفق أن اللعبة أسطورة الباتل رويال، فهي تذكرني بالحقبة الذهبية للعبة كاونتر سترايك، ولكن من يلعب هذه الأخيرة الآن؟ وفي الختام لدينا مقطع يستعرض لعبة أكشن قد تعجبكم، رابط الفيديو ينتظركم للمشاهدة في أول تعليق. الفائزون الخمسة بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع: للمشاركة في المسابقة تابعونا كل يوم اثنين في منشور خاص على فيسبوك. والآن أهم الأخبار:
عروض جديدة لمتابعي رقمي من موقع كيسوردز لبيع أكواد تفعيل البرامج والألعاب بأسعار منافسة، خصم 50% على برنامج مايكروسوفت أوفيس 2019 برفقة ويندوز 10. المطلوب استخدام قسيمة الشراء الخاصة المقدمة لكم، اختر المنتج ثم الدخول للرابط والضغط على الشراء ثم الذهاب لقائمة الدفع شيك أوت، وفي الأسفل اضغط على تفعيل كود الخصم Apply Discount Code واكتب رمز قسيمة التخفيض، وستحصل على خصم بقيمة 35% أو 50% حسب المنتج. تركنا لكم الروابط ورموز قسائم التخفيض أسفل الفيديو. تقرير يقول إن آيفون 12 سيكون أول آيفون بدون سماعة سلكية في صندوق الهاتف، وذلك رغبة من الشركة لزيادة مبيعات سماعاتها اللاسلكية AirPods. محلات وولمارت الأمريكية تعلن عن بدء تجربة استبدال الكاشير العادي بأجهزة محاسبة ذكية، أي أن الزبون يحسب ثمن الأغراض بنفسه عبر الجهاز ثم يدفع دون كاشير بشري. هذا مقطع فيديو مسرب لهاتف اسوس روج 3 القادم للألعاب، الشاشة 6.59 إنش فول اتش دي مع تحديث 144 هرتز ومعالج سناب دراجون 865 ورام 16 جيجا بايت وبطارية 6000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع وبقوة 30 واط، من المتوقع رؤيته في شهر يونيو. تويتر يضع تنبيه على تغريدة ترامب بأن هذا الفيديو متلاعب فيه، وفيسبوك حذف حملات إعلانية للرئيس ترامب بسبب أنها تنتهك سياساتها بشأن الكراهية، حيث يظهر شعار المثلث المقلوب الذي كان يستخدمه نظام النازيين. ومع الخبر الأخير، أخيراً شركة بوستون داينامكس تطلق الروبوت سبوت للبيع للشركات وأصحاب الأعمال، والسعر 74500 دولار. لايك وشير ولا تنسى مشاهدة حلقات رقمي السابقة. إلى اللقاء.